Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، إن شاء الله تكونوا لاباس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما راكم تشوفوا هذا فرخ صغير تاع طائر الدوري، يعني إحنا البلاصة تاعنا نسميوه زاوش، ما على باليش البلايص الأخرى مش اسمه. لقوه الأولاد من هنايا اليامات هذه، على بالكم باللي موسم التكاثر نتاعهم راح نلقاو بزاف من الفراخ هذه مساكن يطيحوا من العش، يا اما موتوا من العطش ولا من الجوع ولا ياكلوهم القطط ولا يلعبوا بهم الاولاد كما اللي لقاو هذا. على بالهم بيا بلي راني هشتي طيور على هذيك جابوه لي، لقيتو عطشان بزاف. اي واحد يلقى طير كيما هذا راهو صغير ما يقدرش يشرب وحده، سما نحلو فمو غير بشويه برك، مدلو قطره نتاع ماء ومن بعد نحطو في البيت نتاعي شويه دوك يبرد بربي ان شاء الله، ونزيد مدلو يشرب واكيد راح نمدلو ياكل ان شاء الله. نحكمو عندي يومين ولا ثلاثه برك حتى يحكم روحهم ليه، راح نلقاو على خاطر نخاف لي يموت لي هما. هذا النوع من الطيور ما يلويوش يعني القعاد في القفص، يعني يحبوا الحريه اكيد عندهم الحق. المهم الموضوع تاعنا تاع نهار اليوم هو على سقي الماء، يعني الصدقه اللي تقدر تديرها يعني في متناول الجميع، ما كانش واحد يقولك انا ما عنديش ولا ما نقدرش. اي انسان يقدر يمد للطيور ولا الحيوانات الاخرى، ماشي شرط الطيور، القطط، الكلاب، اكرمكم الله، يعني اي حيوان تقدر انت تفيدو تحط في الباب نتاعك، يعني فم الباب تمد لهم قاروره ولا اناء فيه ماء، يعني فوق السطح تقدر تحط ثاني للطيور، تحط لهم اناء فيه شويه ماء ولا في البالكون تاعكم يعني في الشرفه. اي انسان يقدر يصدق، هذه الصدقه راهي مفيده بزاف خلاص لينا. كاين اللي يحب يصدق على الناس اللي ميتين وعزاز عليه، ثاني هذه الصدقه مليحه بزاف خلاص. انا تقريبا في اخر الفيديو مالفا نقول حكمه، المره هذه راح نقول لكم هذا يعني ما على باليش حوار دار بين سعد بن عباده رضي الله عنه والرسول عليه افضل الصلاه والسلام عن فضل صدقه الماء، يعني سقي الماء. اللي يقول جاء عن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وقال له إن أمي ماتت أفلا أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فسأله أي الصدقات أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سقيا الماء، يعني هي افضل الصدقات. يعني اي انسان يحب يصدق على روحه ولا على انسان عزيز عليه يسقي الماء. فما هي يسقي الماء؟ لما كانش خلاص يعني عباد يقدر يمد لهم الماء يمد للحيوانات. كان هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، خفيف ظريف ان شاء الله نكون فتكم ولو بالقليل. نبقى غير نقول لكم في امان الله ودمتم سالمين.